حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت إدارة مطار النجف الدولي إغلاق المطار وتعليق رحلاته الجوية. ذكرت الإدارة أن المطار مغلق خلال الفترة القادمة وحتى إشعار آخر، مضيفة أنها قررت إغلاق المطار لوجود صيانة طارئة في مدرج إقلاع وهبوط الطائرات، وأضافت أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بشكل مباشر عقب إكمال عملية الصيانة. ذكرت مصادر مطلعة أن قرار حكومة السودان المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 1,000,000 دينار غير مجد إذا لم تتم السيطرة على أسعار صرف الدولار. وأضافت المصادر أن ارتفاع سعر الدولار في السوق يجعل هذه الزيادة وهمية في ظل انخفاض القوة الشرائية، لا سيما بعد أن تجاوز سعر صرف $100 حاجز 1,600 دينار في وقت يبلغ سعره الرسمي 1,320 دينارا. أكد خبراء اقتصاديون أن أعذار واشنطن لبقاء أموال العراق تحت سيطرتها في الفيدرالية ترجع إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، مشيرين إلى أن هناك مخاطر من بقاء الأموال العراقية في الفيدرالية الأمريكية كالتأثر المباشر لأي أزمة تضرب الاقتصاد الأمريكي. وفي 6 شهر تشرين الأول الجاري رفضت واشنطن طلب العراق الحصول على $1,000,000,000 نقدا من البنك الاحتياطي الفيدرالي، معللة أن رفضها يأتي في سياق جهود وقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 77% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى $156 مليون. وذهبت معظم مبيعات البنك من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، وبلغت أكثر من $156 مليون، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج بلغت 22 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 78 شركة. حذر البنك المركزي في العراق من التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني التي أصدرتها جهات غير مرخصة على حد قوله. وأضاف البنك أن هناك جهات غير مرخصة أصدرت بطاقات دفع إلكترونية وتروج لها، محذرا من التعامل مع هذه الجهات تجنبا لعمليات النصب والاحتيال المالي. وأكد البنك على أهمية التحقق من رخص هذه الجهات قبل استخدام بطاقاتها وتطبيقاتها بهدف الاستفادة من خدماتها والاعتماد على المواقع الإلكترونية والقنوات الرسمية كالشركات والمصارف المرخصة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.